والتعليم. بالرباط عقد صوت الشباب المتوسط المنتدى الوطني لمناظرات 2019 هذه التظاهرة والتي تستمر على مدى شهر فرصة لدعم قدرات الشباب للمشاركة في الحياة السياسية بتعزيز ثقافة الحوار والتناظر من خلال الاستفادة من تدريبات والمشاركة في مسابقات. حنان أرسلان والعربية نهيري. أكثر من 90 شاب وشابة يشاركون في المنتدى الوطني للمناظرات من خلال 24 مناظرة بالعربية والإنجليزية، فرصة لإيصال صوت الشباب في مواضيع مختلفة مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. هو واحد من أنجح البرامج في المنطقة، كيهتم فقط بمجال المناظرات، تقنية إدارة المناظرات، وكيفتح فضاءات للشباب لمناقشة مجموعة من المشاكل المجتمعية اللي عندها علاقة بالمجتمع واللي عندها علاقة أيضا خصوصا بالشباب. فتنديروا تدريبات على المستوى الوطني، واختارينا مجموعة من الشباب اللي تيشاركوا اليوم في المنتدى الوطني للمناظرات. برنامج صوت شباب المتوسط ينظمه المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة أنا-ليند بتمويل من الاتحاد الأوروبي. المنتدى يعطي للشباب مهارات المناقشة، هذه المهارات تعد أساسية في القرن 21. الشباب يحتاجون إلى كيفية التعبير عن آرائهم والدفاع عنها، وأيضا الاستماع إلى آراء الآخرين. إنها مهارة أساسية لأي ديمقراطية ولأي بلد في القرن 21. إعطاء فرصة للشباب للحوار الثقافي، للحوار البناء، للمشاركة في السياسة العامة إعلاميا وثقافيا، باش هاد الشباب يكون عندهم واحد الكفاءة للتواصل مع السياسيين. برنامج صوت شباب المتوسط يمكن الشباب من تعزيز ثقافة الحوار والمساهمة في السياسة العامة وتشكيل الخطاب الإعلامي بخلق تفاهم مشترك مع نظرائهم من دول البحر المتوسط.